مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين معاكي في مهرجان صيفك عندنا مش في اي حته ثانيه. زي ما عودناكم من بدايه الصيف ان الصيف بيحب السهر والسهر بيحب الاكل وبيحب الحلويات وبيحب الكوكتيلات وبيحب المسليات. النهارده قررنا مع بعض نعمل ايه؟ نعمل بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الكشري المصري. الكشري المصري عباره عن ايه؟ عن 8 حاجات: عدس بجبه، رز بالشعريه، مكرونه مرمريه وسباجيتي، اهم حاجه شويه الصلصه، وبعد كده عم حسن شويه حمص مسلوق، وعندي الدقه، وعندي شطه الزيت، وعندي الورد البصل بتاعي. 8 حاجات. وتقدري تزودي كمان خبز تحمصيه وتحط عليه خبز ومكعبات متحمص. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اعمل الورد بجيب بصل احمر واقطعه شرايح كده تخينه. عشان اعمل الورد البصله مهمه جدا، اهو الورد اهو احلى حاجه الورد. معلقه دقيق زي ما انت شايفه كده وتقلبيها، تمتصي الدقيق كويس. يا تفاصيله، تقلبي الدقيق مع البصل الاحمر عشان تمتص الرطوبه اللي فيه عشان يبقى كريسبي. وبعد كده معلقه خل ابيض، معلقه خل ابيض. استاذه علياء صباح الفل. ازي حضرتك؟ صباح الفل يا هانم. كل سنه انت طيب. وحضرتك طيبه يا هانم، نهارك قشطه ان شاء الله. الله يخليك. بعد اذنك عايز العيش البوري وعيش الفوكاشيا. الفوكاشيا، حاضر. فوكاشيا وبوري، يا تريكاتك يا حركاتك يا استاذه على علياء. صباح الفل يا هانم، حاضر يا حبيبتي. تعالى بص اهو، اديته دقيق وقلبته، اديته خل وقلبه، واسيبه ربع ساعه. اسيبه ربع ساعه ليه؟ عشان يمتص الرطوبه، اما اجي اقليه في زيت سخن يبقى كريسبي وما ياخدش رطوبه ولا ينشف. تمام؟ اول ورد. بعد كده جبت الحمص بتاعي ونقيته ونقعته لمده 12 ساعه. الحمص اهو نقيته ونقعته لمده 12 ساعه. حطيت ميه بتغلي على النار فيها سنه ملح وسنه كمون. تمام كده، سنه ملح وسنه كمون، وقلبهم مع بعض. سنه ملح وسنه كمون للحمص. هسلق الحمص قد ايه؟ ساعه وربع. ميه سخنه فيها ملح وكمون، اصفي الحمص. 12 ساعة منقوع، 12 ساعة منقوع، 12 ساعة منقوع. هيقعد قد ايه في المية اللي فيها ملح وكمون؟ ساعة وربع. احط اهوت واقلبه تقليبة واغطي عليه لمدة ساعة وربع عشان اعمل شوية الحمص. صباح الفل يا عم جمال، نهارك قشطة. صباح الفل يا احلى شيف في مصر يا شيف حسن واحد بس. ربنا يخليك يا عم جمال يا غالي. خلي بالك انا اليوم اللي ما بشوفكش فيه وحتى ما بشوفكش في العياده كأن في حاجه ضايعه مني. صباح الرضا يا حاج جمال، ربنا يخليك لنا يا غالي. صباح الفل يا شيف حسن، انت بتقول بتعمل ورد وانت زي الورد وكل اللي شغالين معاك زي الورد والله. صباحك رضا يا حاج جمال يا غالي، نهارك قشطه يا غالي. صباح الفل يا حبيبي. بدأنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الصيف بيحب السهر والولاد بيحبوا الكشري، بيجيبوا دليفري وبيجيبوا قد كده بقد كده. تعالى نعمل شويه ورد. جبت بصل احمر وقطعته شرايح محمله واديته معلقه دي وقلبته واديته معلقه خل وسيبته مع بعض. وفي نفس الوقت جبت كيس حمص نقيته وشطفته ونقعته لمده 12 ساعه وشطفته مرتين، وحطيت ميه سخنه بتغلي على النار فيها سنه ملح وكمون وحطيته فيها واسيبها لمده ساعه وربع. تعالى بقى نشوف هنعمل اول حاجه ايه. عندي العدس بجبه اول حاجه اللي اسمر، عشان اسويه بحط له معلقتين زيت. خطواتك كده قدامك اهو، بحط له بصلايه، معلقتين زيت وبحط له بصلايه، وبدبل البصلايه بتاعتي دي واحده واحده. دبل البصلايه واجيب عندي نص كيلو عدس اسمر بجبه، قدامك نص عدس بجبه، واشطفه واقول صباح الفل يا ام محمد يا غاليه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا غاليه. ام محمد صباح الفل يا غاليه، حاول اتصلي بينا يا فندم. يا دوبك هشطف العدس واصفيه على طول اهو، والبصله بتدبل، بصلايه بتدبل. الورد وعملنا كمان الحمص، صفيته على طول، يا دوبك شطفته وصفيته على طول. هنا عندي زي ما انت شايف البصل بقى شفاف، احط له معلقه ثوم مهروس واحوره، وادي له شويه ملح
وشوية فلفل وشوية كمون، ملح وفلفل وكمون يا حسن. اه ملح وفلفل. ادي العدس الاسمر اهو بجبه شطفته، وادي البصلايه في الماده الدهنيه زيت ذره، وبعد كده يا حسن اديته معلقه ثوم وتبلته ملح وفلفل وكمون. يدبل عندي، اجهز له ميه سخنه زي اكن هعمل رز. خطواتك كده كلها قدامك اكن هعمل رز بالظبط، تفاصيلك كده. اروح واخد العدس ده محوراه بعد ما شطفته، محوراه في البصله والتومه كويس قوي اهو. عم موسى صباح الفل وحبايبنا في بورسعيد يا غالي. صباح الخير يا شيف حسن. نهارك قشطة يا عم موسى. صباح الفل يا عم موسى يا غالي. منورنا والله يا شيف حسن، انت من يعني الواحد بيتفائل لما بيشوفك كل يوم. صباح الفل يا حاج موسى، نهارك قشطة انت وحبايبك في مدن القناة كلها. انت منور بورسعيد. ممكن ابعت هدية لبنتي لسه مولودة؟ بس اتفضل يا عم موسى. الف مبروك يا حاج، اسمها ايه؟ اقول لي مرفت محمد موسى، بنتي لسه مولوده، بقول لها الله يخليك ويكرمك. الف 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 مبروك، وبنقول لعروستنا الجديده الف الف مبروك، وتربى في عزك وفي عز ابوها كده وعز امها يا رب، واخواتها وبيتها وعيلتها كلها. مبروك يا حاج موسى، مبروك يا غالي. حورت العدس بعد ما اديته بصل وتوم وملح وفلفل وكمون، حورته قوي اهو عشان يطلع عندي مفلفل مع البصلايه والتومايه، واروح جايبه له كميه من الميه السخنه قد الرز بالظبط، اكني بعمل رز. يا تفاصيلك. وحوره. واغطي عليه واجيب حله الرز احطه على النار بتاعتي اهو على ما يختم عشان اعمل الرز يا حسن. زي ما انت شايف كده قدامك اهو، معلقتين سمنه. الرابع اهو، ادي عملنا الورد وعملنا الحمص، وادي العدس ابو جبه، وادي هنا ايه الرز. كوبايه شعريه احمصها تاخد اللون الذهبي الفاتح في السمنه. خطواتك كده كلها قدام عشان نعمل شويه كشري ونلم العيال بمزاج رايق قوي. قدامك التفاصيل اهو. وبعد كده يا حسن اجه كله سهل جدا تعمليه في البيت وانت دماغك رايقه وكل زي الفل. اهم حاجه تجهزي حاجتك، وتقدري تجيبي شويه عيش شامي وتقطعيهم وتقليهم برضو. اهم حاجه الشعريه بتاعتي تاخد لون ذهبي فاتح، اول ما تاخد اللون الذهبي فاتح ده، فاتح مش غامق، عشان تشرب الميه اللي هحطها عليها. احط عندي كوبايتين ونص من الرز المصري، واروح محمصاه مع الشعريه والسمنه كويس قوي. حمصه كويس جدا يا استاذ رباب. صباح الفل. صباح الفل. نهارك قشطه وحبايبنا في سوهاج كلها. تحت امرك يا غاليه. عايزه صباح الخير. تحت امرك يا غاليه. عايزه اسال عن طريقه البيت فور. حاضر، احلى بيت فور، وعندنا الفوكاشيا وعندنا العيش البوري. حاضر يا غاليه. صباح الفل. هنجاوب على الفوكاشيا والعيش البوري والبيت فور. حاضر. زي ما انت شايف كده، حور الرز بتاعك مادة دهنية، الشعرية خدت لون ذهبي فاتح، الرز حورته كده. أروح جاية كده أهو متبلة ملح وفلفل ومكعب مرق، وحورهم كده مع بعض. مية سخنة بتغلي قد الرز مرة وربع زي الإيه العدس. والعدس بص كده بدأ يتشرب، بص عليه كده، بص على العدس، بص التفاصيل، بص الحركات قدامك أهو. اهدي النار عندي اهو، العدس بيتشرب، اهدي النار للنص. وادي الرز تبلته ملح وفلفل ومكعب مرق بعد ما حورته كويس. بروح رايح جايبه ميه سخنه بتغلي قد الرز مره وربع يا جماله، سخن مع سخن. ادي مفلفل يا عم ياسر قدامك اهو. سقساء ميه، يبقى ده كده رابع حاجة احنا عملناها. واحدة واحدة كده مع بعض قلبيه، وأول ما يغلي هدي النار للنص زي العدس. آدي الشعرية والرز قدامك أهو، كل تفاصيلك جاهزة زي الفل وجاهزة وزي الفل. تعالى بقى نشوف شوية المكرونة. بجيب مكرونة مرمرية صغيرة خالص زي ما أنت شايف كده قدامك، مكرونة مرمرية صغيرة خالص
وعندك سباجيتي، عندك ميه سخنه بتغلي، معلقه ملح طعاميها، معلقه ملح ومعلقه زيت. بروح جايبه المرمريه بتاعتي، كيس المرمريه، واروح جايه مقلبه تقلبتين في الميه اللي انا اديتها زيت، واروح حاطه المرمريه الاول قدامك اهو، واغطي عليها يا سور على ما تستوي عندي. تعالى اما نشوف هنعمل ايه. خطواتك كلها كده ماشيه مع بعض. يبقى انا حطيت المرمريه واسيبها مع بعض. عندي بقى الصلصه، اهم حاجه في الصلصه، الصلصه عشان كشري تستمتعي بالكشري لازم صلصه. اعمل صلصه ازاي؟ حل على النار بتعمل، قول صباح الفل يا حاجه روحيه، صباح العسل والجمال على احسن ناس يا ست عسل. صباح الفل يا غاليه، انت عامل ايه يا اخويا؟ كله بونه بنفس حضرتك يا غاليه، واللي سنه وحضرتك واللي معاك كلهم طيبين يا رب. ربنا يكرمك يا حاجه روحيه ويديك الصحه والعافيه ويخليكي لنا. يخليك، عايزه والنبي تدعي لابراهيم انور ابراهيم ربنا يشفيه. احلى تحيه للاستاذ انور ابراهيم انور، الف الف سلامه عليه، وبندعي له من قلبنا ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، امين يا رب العالمين يا رب. الصلصه بقى معلقتين زيت يا عم ياسر، خد بالك من النار، معلقتين توم مهروس ناعم، حمصي التوم، خدي بالك من تركه الصلصه بقى عشان تتسبك صح، اهم حاجه مش في الكشري بتاع المصري بتاع الصلصه. حمصي التومايه، خدت لون ذهبي فاتح، بص قدامك اهو خدت لون ذهبي فاتح يا السور. يلا اهو يا جمالك، ربع كوبايه صلصه حواريها، بص التفاصيل، حواري الصلصه، طلع الماده الحافظه والملوحه اللي في الصلصه مع التومه والماده الدهنيه الزيت. التركه المهمه بقى وهي اتحمصت كده كويس، ادي تقليبه للرز وهدي عليه النار يا جماله، اهدي النار للنص. الصلصه عندي عتقت، التومه مع السمنه مع الصلصه وهي بتغلي كده عشان تطلع احلى طعم شويه انصور، معلقه خل معلقه سكر تطلع عليك ريحه الخل ويفضل طعم شويه انصور في الصلصه. اتبلها شويه ملح وشويه فلفل، وبجيب لها خمس طماطمات مبشورين عصير، واحورها صح الصح كده يا سور، احورها كده مع بعض، واول ما تغلي اهدي عليها النار للنص عشان تتسبك احلى حاجه عندك شويه الصلصه. عم ابراهيم وحبايبنا في الفيوم، صباح الفل يا عم ابراهيم. صباح الفل يا شيف، نهارك قشطه يا جميل، صباح الفل يا غالي. لو سمحت عايز اسالك عن طريقه عمل البيتزا من هناك. البيتزا البيتي؟ اه حاضر يا حبيبي. حاجه تانية يا ابراهيم؟ تحت امرك يا ابراهيم. المكرونه عندي دخلت في السوى، المرمريه بص عليها عامله ازاي، يا جمالك يا جمالك. العدس عندي ختم، تعال بص عليه كده، وهديت النار للنص، العدس ختم والرز ختم، كل التفاصيل قدامك اهو يا جمالك. اول ما يغلي تهدي النار، يختم الرز ابو شعريه وادي العدس ابو جب، يا تفاصيلك، والنار على الاخر. اهم حاجه بقى في الشويه دول ان احنا نسيب الصلصه بعد ما تغلي غلوه، نهدي النار للنص ونسيبها ايه تسبك صح الصح عشان نستمتع بيها. اما المكرونه اتفقنا مع بعض 9 دقائق عشان تبقى الدنتي ما تبقاش معجنه، زي ما انت شايفه كده ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت، وبعد كده هسلق الاسباجيتي. يا تفاصيلك، تعالى بقى انا اهو زيت سخن عميق، زيت سخن عميق كده، واجيب عندي البصل بتاعي اللي انا اديته دقيق وخل عشان اعمل شويه ورد ويبقى كريسبي، هيطلع عندي كريسبي ليه؟ لان انا سبته في الخل وفي الدقيق امتص الرطوبه
وهيدنه ناشف وكريسبي وتستمتعي بيه وتزيني بيه. عندك شويه عيش شامي اطعمه مكعبات وقليهم برضو زيني بيها، دلعي العيال في الصيف وفي المصيف. الورد يا ورد. بعد كده يا عم حسن هعمل ايه؟ هطلع المكرونه المرمريه واحط مكانها الاسباجيتي، ويبقى فاضل لي الدقه وفاضل لي شطه الزيت عشان تستمتعي وتعملي كل التريكات والحركات بكل. يبقى 8 مكونات، ولو حطيتي الخبز المحمص يبقى 9 مكونات. اهم حاجه تعملي التكنيك، تعملي العدسه ابو جبه بالظبط كانك بتعملي رز، والرز ابو شعريه لازم تحمصي الشعريه تاخد لون دهبي فاتح، تنزلي عليها بكميه الرز وتتبليها ملح وفلفل ومكعب مرق، وتديها مره وربع من كميه الرز. ايه يا عم حسن؟ ميه سخنه بتغلي. خلاص كده الباسطه عندي جاهزه، المكرونه المرمريه. يا ام زياد يا غاليه وحبايبنا في اسوان، ازيك يا سيد حسن؟ ازيك يا ام زياد يا غاليه؟ الله يخليك، منور الشاشه والله. صباح الفل يا غاليه. وين الحاجات الحلوه دي؟ تسلم ايديك يا سيد حسن. نهاركم قشطه ان شاء الله، كشري عدس مصري زي ما انت شايف. الله يخليك يا سيد حسن، نهارك ابيض. صباح الفل يا غاليه. نهارك قشطه يا ام زياد، صبحيلي على ابو زياد. وزياد تعالى نعمل، عندنا الفوكاشيا وعندنا العيش البوري وعندنا كمان البتفور وعندنا البيتزا. عشان نعمل اول حاجه العيش البوري، دقيق نمره واحد جميع الاستعمالات، معلقه زيت، واحط عليها معلقه ملح ونص معلقه صغيره نص معلقه صغيره سكر، وبعد كده عم حسن بدلها كميه من الميه قد نص كميه الدقيق. عجينه تبقى عجينه مفتوحه مقفوله نص ونص، الفها كويرات كل واحده وزنها حوالي 70 جرام 75 جرام وريحها، وبعد كده افردها واسيبها 10 دقائق، زيت سخن بيغلي احط فيه العيش البوري، واحط كبشه بالزيت اللي بيغلي من فوق لحد ما يعلى معايا، واحطه على منشف مطبخ. اما الفوكاشيا عشان تعملي الخبز الفوكاشيا الايطالي بتفاصيله وحركات تكشف حسن، عندك اول حاجه طماطم دراي او تنشفي طماطم، بتجيب الطماطم تقشريها تشيلي منها البز وتخليها شرايح وتدخليها الفرن، بعد ما تديها شويه زيت زيتون وشويه زعتر وروزماري على درجه حراره 50 لمده ليله خالص عشان تنشف معاكي، او عندك شمس احطها في الشمس يومين ثلاثه لحد ما تنشف خالص وتبقى دراي. بعد كده بنعمل ايه العجينه ازاي؟ اول حاجه بنجيب نص كيلو دقيق، بديله نص معلقه خميره فوريه، ربع معلقه صغيره محسن خبز، معلقه سكر، نص معلقه ملح، وبعد كده بضيف له معلقتين زيت زيتون، وبضيف له نص كميه الدقيق ميه، وعجينه كويس جدا جدا واسيبه يستريح ويخمر. بعد ما يستريح ويخمر بجيب الزيتون، الزيتون اخضر واسود، وبجيب الطماطم الدراي، وبجيب زعتر وروزماري وشويه جبنه، وببدا احطها جوه العجينه، وبفرد العجينه في صاج واسيبها تخمر، وبعد كده بفعصها بصوابعي عشان اخرمها جواها، وادخلها الفرن على درجه حراره 200 لحد ايه يا عم حسن؟ لحد ما تخمر. ادخلها الفرن على درجه حراره 200 وهي خارجه دهنا زيت زيتون وشويه زعتر طازه وبالهنا والشفا. تعال شوف كده عندي، احنا قلنا الفوكاشيا وقلنا ايه العيش الايه العيش البوري. اما البتفور سهل جدا مع بعض، واحنا بنعمل مع بعض. البتفور عباره عن كيلو زبده نيوزيلندي بدرجه حراره المطبخ، احطه في العجان واحط له كوبايتين سكر بودره، وبعد كده يا عم حسن بنعمهم على السرعه الاولى لحد ما يعملوا خليط كريمي، ومن حل الاخر بجيب الجدران بتاعه الحله بتاعتي وبعمل ايه يا عم حسن؟ واسيبه تاني. بعد كده بجيب 8 ابيض بيض وذره فانيليا، وانزل الابيض بيض واحده واحده. طب ليه مش بيض كامل يا حسن؟ لان الابيض بيض يا عم ياسر بيخلي البتفور كريسبي. هتحط بيض كامل هتلاقي البيض، هتلاقي البتفور طري. ابيض بيض وتسيبيه يخفق شويه لحد ما يبقى كريمي. بعد كده كيلو وربع دقيق مع سنه ملح تنزليه، وبعد كده تعجنيه، وبعد كده تعبيه في كيس الحلواني، وتقطعي البتفور على صاج مدهون ماده دهنيه بالاشكال اللي انت عايزاها. فرنك على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه ياخد اللون الذهبي الفاتح، تسيبه يمتص الحراره، تطلعه حطه في المطبخ وتسيبيه يمتص الحراره اللي موجوده في الصاج عشان يتماسك. بعد كده تحشيه مربى، تحشيه شوكولاته، تديله فرماسيل، تديله فستق، زي ما انت عايزه تشطبيه وتفنشي البتفور زي ما انت عايز. اما البيتزا البيتي سهله جدا، كيلو دي جميع الاستعمالات نمره واحد، معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، معلقه سكر، معلقه زيت، كوبايه زبادي، وبعد كده نص كميه الدقيق ميه، تقدري تشدي له شويه معلقه زيت زيتون لو عندك، وشويه زعتر وشويه روزماري. اعجني العجينه كويس جدا جدا بتاعت
البيتزا البيتي وسيبها تستريح بعد ما تقطعيها كويرات متساويه، سيبها تستريح، بعد كده تفرديها وتحطيها في صاج مدهون مادة دهونية، دخليها في مكان جاهز للإغلاق تتخمر، بعد كده بتجيب صلصة وعليها كاتشب وشوية ريحان وشوية زعتر وروزماري وسن زيت زيتون وتفردها وتحط جبنة موتزاريلا والحشو اللي أنت عايزه وفوق جبنة موتزاريلا وطماطم شرايح وفلفل شرايح وشوية زيتون وشوية زعتر وروزماري، فرنك على درجة حرارة 250 25 دقيقة وادعي لي. عملنا المكرونة الاسباجيتي والمكرونة المرمرية، علقنا على الصلصة، ختمنا العدسة ابو جبنة، ختمنا الرز بالشعرية، عملنا كمان الحمص بعد ما نقعناه 12 ساعة، حطيت الورد في الزيت بعد ما سبته ربع ساعة بعد ما ضفت له دقيق وخل، لكن التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقته قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال لمهرجان صيفك عندنا مش في أي حتة تانية، زي ما اتفقنا قبل موسم الصيف إن الصيف بيحب السهر والسهر بيحب الأكل والحلويات والكوكتيلات والمسليات، النهارده قررنا مع بعض نعمل كشري مصري. عشان نعمل كشري مصري لها 8 مكونات، أول حاجة جبت بصل أحمر وقطعته شرايح محملة وعفرته بمعلقة زيت ومعلقة خل وسبته ربع ساعة، وبعد كده حطيته في زيت سخن عميق عشان يبقى كريسبي. وبعد كده جبت كيس عندي حمص نقيته شطفته ونقعته لمده 12 ساعه، بعد 12 ساعه شطفته وبعد حطيت ميه سخنه بتغلي على النار فيها شويه ملح شويه كمون وحطيته على النار لمده ساعه وربع قدامك اهو. يبقى الورد عندك اهو، ادي الورد وادي هنا الحمص. ساعه وربع يا حسن، ساعه وربع يا جماله. وفي نفس الوقت علقت على عدسه ابو جبه غسلته واديت عندي ماده دهنيه زيت، اديت بصل دبلته توم، دبلته شويه ملح وشويه كمون، وبعد كده نزلت عليه بالعدس اللي انا شطفته واديته ميه قد ميه الرز مره وربع من كميه العدس وسبته يختم وختم عندي. وعملت الرز بالشعريه، اديته ماده دهنيه سمنه، اديته كوبايه شعريه حمصتها خليت اللون الذهبي الفاتح، نزلت عليها بكميه من الرز وكوبايتين ونص من الرز حورتها، تبلتها ملح وفلفل ومكعب مرق واديتها ميه سخنه مره وربع من كميه الرز، ختم اول ما غلي اديت النار للنص ختم شلته. في نفس الوقت علقت على المكرونه المرمريه وعلى المكرونه الاسباجيتي في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ايه يا حسن؟ سنه زيت وسنه ملح. اول ما تغلي خلاص كده 9 دقايق اصفي المكرونه الاسباجيتي، يبقى عندي المرمريه وعندي الاسباجيتي. اهم حاجه ما تشطفيش المكرونات، صفيها كويس تبقى الدنت معاكي كده. وبعد كده علقت على الصلصه، اهم حاجه بقى عشان التركه بتاعتي، حطيت ماده دهنيه، حطيت توم حمصته خدوا اللون الذهبي الفاتح، بعد كده اديته صلصه حورتهم خدوا حراره، طفيتهم بالخل وبالسكر ونزلت عليه بعصير طماطم وتبلتها ملح وفلفل وشبته تتسبك يا جماله يا تفاصيل وريحه بيتك اتسبكت زي الفل. تمام، يبقى كده عملت ايه؟ 6 حاجات، فاضل لي حاجتين اتنين اللي هو الدقه والشطه في الزيت. احتاري واختاري في الاثناء دي، تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارض على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. والكشري ما بقاش كشري غير ما تعملوا شويه دقه وشويه شط، خلي بالك بقى كوني مركزه عشان اعمل شطه الزيت، زيت يسخن عندي خدي بالك اهو وعينيكي بعيده. يا عم حسين صباح الفل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته حبايبنا في اسوان يا عم حسين. الله يخليك، احنا معزومين عندك النهارده. من الهنا والشفا، العين بتاكل يا عم حسين. الله يخليك، تسلم ايدك ويسلم وقفتك ويسلم عينيك ويسلم كل اللي معاك والله. ربنا يخليك لنا يا حاج حسين يا غالي. الله ينور على اكلات. ايوه كده الاكلات الحلوه دي ايه ده اكلنا بتاعنا، اكلنا المصري. ايوه ده ايوه. صباح الفل ونهارك ابيض مخمخه بالليل وانت سهران شويه كشري بالدقه والشطه مفيش اخوهم. الله الله يبارك لك عم حسن. صباح الفل يا غالي. تعالى بقى شوف الزيت سخن عندي اهو، بعيد كده عن الزيت بحط معلقه شطه باودر واحورها بعيد كده عشان اتجاه الريح يكون بعيد عشان عينيكي، وحوري الشطه كده في الزيت السخن وعتقيه على النار. خدي بالك من التريك اهو، عتقيه على النار، عتقت كده على النار بص عليها، بجديها طماطميه لحم وبديها كمان يا حسن معلقتين صلصه عشان ادلعها.
وديها سقساء ميه سخنه بتغلي، خد بالك من التريك اهو، وعينك بعيد عشان الشطه، سويها صح تغلي وتقصر، جاهزه عندي الشطه. طب هعمل الدقه ازاي يا حسن؟ اعلقها على نار اهو تاني وعينك بعيد عنها. اما عندي الدقه زيت سخن، وعندي زي ما انت شايفه معلقتين توم عشان احمصهم، كل تفاصيلك قدامك اهو واحده واحده. حطيت معلقتين من الزيت يغلوا عندي، وعندي الايه الشطه بتاعتي بتقصر. تقدر يا ياسر تجيبي شويه خبز وتحمصيهم في الفرن او تحمصيهم على النار زي ما انت عايز. خلاص كده الشطه مش محتاجه غير غلوتين، وخلي الريح بعيد عن عينيكي عشان الشطه. شطه الزيت بص اهو البخار طالع الناحيه الثانيه، فاقفي عكسه عشان عينيكي. تمام كده خلاص اركن الزيت عندي قدح، اروح جايباله ايه يا ياسر؟ معلقه ثوم مهروس عشان اعمل الدقه، خدي بالك اهو، وحمصي التومه كويس قوي. استاذه سميحه صباح الفل. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هانم. انا اللي كلمتك لما عملت السندوتشات. صباح الفل يا هانم. صباح العسل والحب كله يا رب. نهارك قشطه يا استاذه سميحه يا غاليه. ممكن اطلب منك ثلاث طلبات؟ اتفضلي يا استاذه. اول طلب عاوز انا ابعت سلام لاختي. اسمها ايه اختك يا استاذه سميحه؟ ام ردينا. يا ام ردينا احلى تحيه من اختك. وام مين كمان؟ وام ريتاج. وام ريتاج احلى تحيه منها. والاستاذ تاني سؤال؟ سامعك. تاني سؤال؟ تحت امرك. تاني سؤال يا استاذ شيف. اتفضلي يا فندم. في انا شفت وصفه عن بتاعه الايس كريم بيتعمل بالبسكوت. الايس كريم تعملي البيز بتاع الايس كريم، تدي له بسكوت، تدي له عين جمل، تدي له كراميل، تدي له شوكولاته، يطلع الاساس بتاع الايس كريم عباره عن كريم انجليز، عباره عن لتر لبن، عايزه تخليه بطعم القشطه تدي له كمان كوبايه من الكريمه وثمانيه اصفر بيض وكوبايه سكر وذره فانيليا ومحده معلقه محسن ايس كريم من عند ايه محلات بيع الخامات، وبتاخدي كبشه وتضيفيه عليه وتدلبيه، اول ما اللبن يغلي تنزلي عليه بسرسوب خفيف وتصفيه وتسيبيه يبرد، تدي له بسكوت وتحطيه في المكنه، تدي له بندق، تدي له شوكولاته زي ما انت عايز. تعالى بصي هنا اهو، عندي زي ما انت شايف انا بعمل الدقه، بحمص هنا زي ما انت شايف التومه، لكن الورد بيقول انا جاهز. الورد بيقول انا جاهز اهو، كل التفاصيل قدامك اهو. بصي الورد صفيه كويس بالزيت وقابلني على منشف مطبخ عشان يمتص الماده الدهنيه اللي فيه. يا تفاصيلك يا تفاصيلك. بص الكريسبي هو ده التريكات، شويه الخل وشويه الدقيق اللي عملوا كده. وعندي هنا كمان ايه الحمص، بيقول يا تفاصيله الحمص، بيقول لك يا تفاصيلك يا اسطور. احلى شويه عدس وتلم عيالك وحبايب. هنا زي ما انت شايف كده ايه التومه عشان الدقه بتاعتي اتحمصت. بص كده يا خال، حمص 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 تحمص حمص حمص، غمق واطفي بخل وبعصير ليمون مع بعض. بص التفاصيل، تب الملح وفلفل وكمون وقلب. احلى شويه دقه في الدنيا شمتها بالهنا والشف. الصلصه عندي عتقت، الصلصه بتاعتي قصرت يا جماله، يا ريحه بيتك. احلى شويه صلصه في الدنيا، ما احلى شويه مكرونه وشويه رز بالشعريه وشويه عدس بالجبه وشويه ايه حمص وشويه ورد. يا عم احمد صباح الفل وحبايبنا في اسوان. صباح الفل يا معالي الباشا، احلى عزومه على يدك يا باشا والله. بالهنا والشفا يا حاج احمد. تسلم لي يا اغلى من عيوني، الله يبارك لك يا حبيبي. نهارك يا كباب الحله والنبي. احلى كباب حله، انت بتجيب كميه من اللحمه تكون من وش الفخده او بتلو،
بتقطعها مكعبات وسط ولا هي صغيره ولا هي كبيره، وتشوحها في ماده دهنيه. اول ما تاخد اللون بتنزل كميه من البصل قد اللحمه بالظبط، وتقلب فيها وتغطي، وتقلب فيها وتغطي، يبدا السائل ينزل من اللحمه والبصل. بعد ما ينشف ويتبخر تكون حاطط كوبايه ميه جنبك سخنه في كازرول، وتسقسقلها واحده واحده بايه بالميه السخنه اللي بتغلي، وتقلب وتغطي، تقلب وتغطي لمده ساعه على النار هتستوي. بعد ما استوت ونعمت معاك خالص وبقى فيها صوص جميل عشان تغمسه بالعيش الطري، تدي له شويه ملح شويه فلفل شويه بهار، وما تنساش شويه جوزه الطيب، وما تنساش تدعي لي زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل اهو. ادي الدقه بتاعتي، وادي شطه الزيت، وادي الطماطم المتسبكه. مش ناقصك حاجه غير ان انت بقى تفرش على الارض، تفرش على الطبليه، تفرش على السفره زي ما انت عايز. بص الصلصه معتقه ازاي يا عم ياسر، يا تفاصيله. غلي عندي زي ما انت شايف الخل مع عصير الليمون طلع عليا، وتسبك عندي الصوص بتاعي والطعم بتاعي. وهنا شطه الزيت قدامك اهو، دلع عيالك، وشويه الحمص خلاص ساعه وربع بس. اهم حاجه تنقيهم وتنقعيهم في ميه لمده ليله وتشطفيهم، وتحطيهم في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وسنه كمون اهو، يا تفاصيلك. تعملي شويه عيش محمص تقطعيه تقليه في قلايه الزيت او دخليه الفرن، وبرده جرنيشي بيه، العيال بيحبوه، ولادك بيحبوه قوي، شويه العيش المحمص يا جمالك، شويه العيش المحمص. اهم حاجه تعملي الحاجه بنفسه حسب امكانياتك، تعملي كيس عدس، تعملي نص، تعملي كوبايه رز، كوبايتين ونص رز، حسب افراد اسرتك وحسب الولاد او اصحاب ولادك او اصحابك او اصحاب الاستاذ زي ما انت عايزه. الصيف بيحب السهر وبيحب اللمه، فتعملي كشري بصل بكل تفاصيله. عملنا ايه يا عم حسن؟ جبنا بصل احمر وقطعناه شرايح محمله، رشيت عليه رشه دقيق وقلبتهم، ورشه خل وقلبتهم، وسبتهم ربع ساعه. بعد ربع ساعه زيت سخن عميق انزله جواه لحد ما ياخد اللون الذهبي الغامق، واسيبه يبرد وازين بيه الورد. اهم حاجه الورد. جبت حمص نقيته وشطفته وحطيته في ميه لمده ال 12 ساعه بالليل، وبعد كده شطفته وحطيته في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وكمون لمده ايه ساعه وربع، يستوي يبقى زي الفل. في الاثناء دي جبت كوبايتين ونص من العدس، شطفتهم وحطيت لهم ماده دهنيه زيت، وحطيت بصل خليته طري، وحطيت له معلقه ثوم وتبلتها ملح وكمون، ونزلت عليه بالعدس وقلبته حورته، وحطيت له ميه قد الرز بالظبط زي الرز. وبعد كده عملت الرز بالشعريه، ماده دهنيه سمنه، كوبايه شعريه حمصتها، كوبايتين ونص رز مصري، تبلته ملح وفلفل ومكعب مرق، حورته كويس جدا، نزلت بميه قد الرز مره وربع من الرز، ختم عندي العدس والرز. بعد كده سلقت مكرونه مرمريه صغيره ومكرونه سباكيتي في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت لمده 9 دقائق وصفيتهم. وعلقت كمان على الصلصه ماده دهنيه، حطيت توم مش بصل للصلصه، ماده دهنيه توم. بعد كده اديته صلصه، حورته كويس جدا مع بعض الماده الدهنيه والثوم والصلصه، طفيتهم بخل وبايه سكر عشان يديه طعم سويت اند ساور، ونزلت عليه يا عم حسن بكمان بايه بعصير طماطم، واديته ملح وفلفل وشبته يتسبك. يا عم مختار صباح الفل. صباح الفل يا شباب. صباح البحر وحبايبنا في اسكندريه يا عم مختار، نهارك قشطه يا غالي. نهارك فل يا باشا. تحت امرك يا عم مختار. اتفضل يا عم مختار. تحيه لاخويا يوسف. احلى تحيه. الف مبروك على نجاح. يا عم يوسف احلى تحيه من اخوك مختار، بيقول لك الف 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 مبروك النجاح. وبرنامج اكلات وتكات الشيف حسن بيقول لك يا يوسف الف الف مبروك النجاح، ودايما في تقدم يا غالي يا عسل يا جمالك يا عم مختار، ده ربنا يديم المعروف. يبقى كده عملت ايه؟ 8 اصناف عشان تعملي طبق طبق الكشري المصري، ويبقى 9 لو عملت عيش محمص. تغرفي بقى على الطبليه، تفرشي على الارض، تفرشي على السفره، اعملي اطباق زي المحلات، جيبي العلب اللي هي البلاستيك دي او العلب الفويل، واغرفي للعيال، بس حطي الدقه لوحدها والشطه لوحدها والصلصه لوحدها، وكل واحد ومزاجه يزود، اللي بيحب الشطه يزود، اللي ما بيحبش الشطه ما يزودش. هلا يا استاذه مريم وحبايبنا في اسوان. استاذه مريم. الو. صباح الفل يا استاذه مريم حبيبي. تحت امرك يا مريم. يا مريم. نعم. تحت امرك. تحت امرك يا مريم. عايز فريق البيتزا. البيتزا لسه قايلها، اقولها لك يا مريم من عينيها الاثنين. تحت امرك يا مريم. البيتزا السؤال الوطني زي البسبوسه ما هي سؤال وطني. عشان تعملي بيتزا اتفقنا تجيبي دقيق جميع الاستعمالات نمره واحد،
في السوبر ماركت بيتباع بالكيلو متغلف او عند العطار تقول له عايز دقيق نمره واحد اللي هو بتاع العجين، لان في دقيق للكيك ودقيق للبسكوت ودقيق للبتفور والغريبه والكعك اما والكيكه الاسفنجيه، اما دقيق المعجنات بيخش في العيش بانواعه والبيتزا بانواعها الكرواسان الفتاج كل الانواع دي، فلازم يكون دي جميع الاستعمالات. بتدي له معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه سكر ومعلقه زيت ومعلقه صغيره ملح وكوبايه زبادي وتخلطيهم مع بعض، وبعد كده نص كميه الدقيق وميه، وبعد كده عايزه الطعاميه بمعلقه زيت زيتون او زيت ذره، شويه زعتر شويه روزماري عجينين كويس، قطعيه كويرات متساويه، غطيها بفوطه وتكون تحتها شويه زيت او دقيق وسيبها تستريح. بعد كده بتفرديها في صينيه مدهونه ماده دهنيه وتدخليها في مكان جيد الاغلاق يتخمر. بعد ما يتخمر بتعملي صلصه، بتجيبي علبه صلصه طعميها بكاتشب وتطعميها كمان بشويه زيت زيتون وشويه زعتر او شويه ريحان وتقلبيها، وبعد كده تحطيش ملح لان الصلصه فيها ملح، وبعد كده بتفرديها وتحط شويه جبنه موتزاريلا، تحط الحشو اللي انت عايزاه وعليه جبنه موتزاريلا وسلايس طماطم وسلايس زيتون وسلايس فلفل، وتدخليه الفرن على درجه حراره 220 لمده 25 250 لمده 25 دقيقه، وهي خارجه لما عابي شويه زيت زيتون وشويه زعتر عليها عشان تدلعي عيالك. يبقى النهارده يوم ايه؟ يوم مهرجان الكشري المصري بتفاصيله وحركاته وتكاته، عشان تلم عيالك وتلم اصحاب عيالك وتلم حبايبك وتلم عيلتك، اعملي كشري مصري في نهايه الويك اند. التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال لمهرجان صيفك عندنا مش في أي حتة تانية، زي ما اتفقنا الصيف بيحب السهر والسهر بيحب الإيه؟ بيحب الأكل، بيحب الحلويات والمشروبات والمسليات. قررنا النهارده نعمل كشري مصري بتفاصيله، عملنا 8 حاجات، عملنا ورد، بصل متحمر، عملنا حمص، بعد كده عملنا عدس بجبة، وعملنا رز بالشعرية، وعملنا مكرونة مرمرية، ومكرونة سباجيتي، وعملنا صلصة متسبكة، وعملنا كمان دقة، وعملنا شطة. وزي ما انت شايفه افرشي في سيرفيس كبير كده، افرشي في سيرفيس كبير، اعملي لاين لاين تحت رز بشعريه، اعملي لاين 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 كده ودلعي عيالك. والصلصه دي ولعي تحتها عشان تبقى سخنه اهي قدامك. وبعد كده اعملي سيرفيس كبير زي ده، او اعملي كماله زي ده. سيرفيس كبير العيال كلها تاكل فيه، او اعملي كماله. واعملي بقى الحاجات العدس العدس والورد والحمص والصلصه الزياده كده. وفرشي بقى على الطبليه، افرشي على الارض، افرشي على السفره، دلعي العيال ودلعي اصحاب العيال واصحابك والاستاذ بالمره، يا جمالك يا سور. يا تفاصيلك. الورد يا دلعه. كل المكونات ودقي بقى وازاي اكل العيال ودلعي العيال. وعيش يا عم ياسر وعيش كل الساده مشاهدينا. We'll be right back.
احتاري واختاري، تعملي الكشري المصري وتلمي ولادك وتلمي حبايب ولادك وتلمي حبايبك وحبايب جوزك والعيله والمحبه بينها وبين بعض. بنشكر كل ساده مشاهدينا بجميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم شيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات شيف حسن، حلقات الحياه من واحده لاثنين. هتروحوا فين؟ حركات تكات اقدميه هنا مش في اي حته تانيه. انتظروني.